يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم فقره رياضيه جديده من فقراتنا الرياضيه المعتاده كل ثلاثه. اليوم حلقتنا حتكون شوي مميزه، حنستخدم فيها اداه من البيت، بشاكير صغار حنلعب فيهم على الارض. حكون انا اليوم معكم احمد عرقات، حيكون معي كوتش لونا صباح الخير، حيكون معي كوتش علاء صباح الخير. ان شاء الله اللي بالبيت هلا اذا بحبوا يقوموا يلعبوا معنا، يجيبوا بشاكير صغار او ممسحه صغيره نقصها من النص ونلعب فيها. طبعا احنا محميين من اول، عمليه احماء عاملين. حنبلش بالتمارين. طبعا هاي التمارين لها اداه معينه اسمها فلوينج مات. حنبلش اول تمرين، طبعا حنعمل الفول بادي اليوم. اهم شيء يكون ركبي مرتاحين، نكون حاطين تحتينا مات. تمارين اليوم مو سهله، شوي حتكون صعبه. حنعمل 10 تكرارات يمين و10 تكرارات شمال. طبعا هاي تمارين يعني لستات البيوت ما بيقدروا الصبح يروحوا على الجيم، ما معهم وقت، بيقدروا يلعبوها بالبيت. حنعمل اخر تكرارين، حنبدل الجهه الشمال. نقدر نفتح على اليوتيوب نشوف الفلوينج مات، الاداه المعينه لهي التمارين كتير مفيدة وكتير حلوة. بس عندنا هون بالأردن يعني مش متوفرة بشكل كتير كبير. هنعمل آخر تكرارين، اثنين، هنطلع فوق، ريح إيدي شوي. هلا هنعمل تمرين ثاني، طبعا هنعمل الجزء العلوي بعدين هننزل على الجزء السفلي. هننزل تحت، ايدي حتروح سايد، ننزل معها 1 2 3 4 5. طبعا احنا استخدمنا قبل هالمرة ادوات منزلية لعبنا فيها. هنعمل اخر تكرارين، اخر وحدة. هلا حنبدل الجهة الشمال، تو. طبعا في ناس بيستغربوا من هاي التمارين، بس هاي تمارين كتير متعبة، كتير بنستفيد منها، بنحرك فيها الفول بادي. فو هنعمل كمان 4 تكرارات، 1 2 3. آخر تكرار، هريح فوق إيدي شوي. طبعا إحنا كنا عاملين عملية الإحماء قبل ما نبلش. هلا هنروح على التمرين الثالث، هعمل بلانك. طبعا أرفع ركبي عن الأرض، هعمل أوبن كلوز 5 تكرارات، وهريح هريح فوق، هريح ايدي. طبعا هاي تمارين بدها جهد كتير عالي وقوة عضلية تكون منيحة، بس يعني احنا عم نعمل الايزي اوبشن منها. هلا هنعمل نفس التمرين، هروح بايدي اليمين لقدام سايد، مرة قدام ومرة لجنب، 3 4 5. آخر تكرار 6، برضو هنريح فوق، ريح إيدي، روح بالنفس. طبعا كوتشات هون بلشوا يحموا شوي، طبعا منها يعني ست البيت استخدم هاي تمرين للتنظيف كمان. حنروح إيد الشمال يعني شوي، هي يمكن فوني، اثنين، هنعمل 6 تكرارات، 3 5 6. هلا هنطلع ريح كمان مرة، آخذ نفس،
حمل ستريتشنج لايدي. بدل ايد تانية. هلا حنعمل اخر تمرينين للجزء العلوي من الجسم. نفس اول تمرين حروح لقدام انزل، لما ارجع ادخل ايدي جهة التانية. 1 2 3 4. طبعا احنا نقدر نلعب اكثر من التكرارات اللي عم نعملها. 5 6. هلا حنبدل الجهة التانية شمال، حننزل قدام 1 2 3 4. ما ننسى نتنفس واحنا عم نلعب. 5 اخر تكرار. 6. حريح كمان مرة فوق واريح ايداي، اخذ نفس، هعمل كمان مرة ستريتشنج. بدل الايد الثانية. هلا حنعمل اخر تمرين اللي هو بوش اب. هروح بشكل حرف V لقدام وارجع، بس ما نروح كثير. 2 3 4 5. اخر تكرار. 6. ريح، حطلع فوق. هلا بعد شوي المات هنخليها لانه راح نرجع نستخدمها. هلا هنعمل تمرين اللونج لقدام للليجز. هروح لقدام 1، هرجع مكاني 2، برضه هعمل 6 تكرارات. 3 4 5 6. هلا حنبدل الرجل الثانية. طبعا الايزي اوبشن بقدر استغني عن المنشفة اللي بالرجل الثانية، بتصير اسهل. هنعمل الرجل الثانية الشمال 1 2 3. كمان 3 تكرارات. 4 5 6. هريح شوي هلا، ناخذ نفس كمان مرة. طبعا اكيد بلشنا نحسب عضلاتنا. هلا هعمل سكواد، هنزل لتحت للاخر، رجلي حيروحوا سايد سايد. مرة يمين 1 2 4 5 6. هنعمل 14 تكرار. 8 9 10. اكيد بلشنا نحسب رجلينا. 1 2 3 4 5. اخر تكرار 6. هريح فوق طبعا، اخذ نفس. كمان مرة. هلا هننزل على الارض تحت، هنستخدم تمرين ماونتن كلايمبر، بيرفع كثير كثير الهارت ريت. طبعا رجلي حيكونوا على المنشفة. هعمل سايد 2، رجلي ستوري شوي شوي عمهلي. طبعا اهم شيء ايدي ثابتين، اكون شاد على المعدة. 8 9 10. كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بقدر اريح شوي، اريح ايدي
نعمل الستريتشنج. شمال. هلا هنعمل تمرين لعضلات الظهر وعضلات الابس. طبعا رجلي بيكونوا ستريت. هطلع لفوق وبنزل. هذا التمرين بشغل لنا اكثر من عضله. Five, six, كمان أربع تكرارات. Two, three, آخر تكرار. Four. هنرجع ريح كمان مرة. حمل stretching لورا. طبعا هلا أكيد كتير كتير حمينا إحنا واللي عم بيلعبوا معانا. اكيد حميو. حنبدل ايدي الثانيه. هلا هنعمل تمرين مع بوش اب. شوي حيكون صعب. طبعا هنتحرك نفس الحركه. هفتح رجلي وانزل بوش اب. 1 2. طبعا الايزي اوبشن هلا كوتش لونا حتعمله. 3. تقدروا على ركبكم. 4. طبعا هاي الايزي اوبشن مع كوتش لونا نفس الحركه بشكل اسهل. كمان تكرارين. حريه ناخذ نفس. هلا هرجع المات. هنعمل تمرين عضلات خلفيه في الرجلين. هنام على ظهري. رجلي يرجعوا لورا. برفع الهبس. برفع اللور باك على الارض. 2 3 4 5 هعمل 6 كمان تكرارين. 7 اخر واحد. 8 هريح فوق برضه. نقدر ناخذ نفس. ريح ايدي شوي. حنرجع مكاننا. هلا هرفع رجل لفوق. حنشتغل على رجل واحده. 1 2 وبريح. نعمل 1 2 وبريح. 2 بريح. هنعمل كمان تكرارين. هلا هبدل الشمال. هرفع اليمين لفوق. 1 2 بريح. 1 2 بريح. طبعا اخر تكرار معكم معنا. 1 2 حريح. هلا هنطلع فوق نعمل ستريتشنج. طبعا اشي مهم كتير الاسترتشنج بعد التمرين خاصة. هاخد ايدي على اليمين. ايدي تكون عند كوعي. حنبدل الثانية. ريح ايدي. اخد شوي شوي. 4 5 6 7 8 9 10. هلا هفتح ايدي. هذا الستريتشنج لعضلات التشست والارمز. طبعا اهم شيء النفس. كمان اخر وحده. هنعمل للليجز اخر شيء. حتكون افتح رجلي بنزل بلمس الارض. هنروح على اليمين. التمرين اللي لعبناه اليوم برضه لازم تكون الارضيه مناسبه
نطلع لفوق بهيك بكون خلصنا تمارين لليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. استنونا الثلاثة الجاي بحلقة رياضية جديدة وبيوم جديد. يسعد صباحكم. شكرا.